أهلاً ومرحباً بكم مجدداً طلابي. في هذا المقطع سوف أقدم لكم تلخيصاً مبسطاً حول مادة الأسبوع الخاصة بنا، فلنتابع معاً بتمعن. في هذه الحصة عزيزي الطالب سوف نتعرف إلى درس التلاوة والتجويد. فيه سوف نتعرف إلى المد المفهوم والأقسام، منه المد الطبيعي. بداية سوف يعرف الطالب أن المد هو من أحكام تلاوة القرآن الكريم، وهو يكون ثلاثة أحرف هي الألف والواو والياء، والمد قسمان طبيعي وفرعي. سوف يتعرف الطالب خلال هذه الحصة إلى مفهوم المد وأقسامه، ثم سوف ينتقل إلى المد الطبيعي ليتعرف أكثر إلى طريقة المد الطبيعي وشروط المد الطبيعي، كمثلا ألا يلحق هذه الأحرف همزة أو سكون، وألا تسبق الهمزة أحرف المد، وأن تأتي حركة الحرف الذي يسبق أحرف المد من جنسها، فالفتحة من جنس الألف، والضمة من جنس الواو، والكسرة من جنس الياء. بعد ذلك سوف نقوم بالتطبيق من خلال قراءة سورة الحجر من القرآن الكريم. أما في الدرس الثاني فسوف نتعرف معا إلى نبي الله سيدنا عيسى من أنبياء الله تعالى، الذي خصه الله تعالى بمعجزة في خلقه، إذ إنه ولد من أمه السيدة مريم من دون أب، وأرسله الله تعالى رسولا إلى بني إسرائيل. في هذه الحصة سوف نتعرف من خلال حوار دار بين أم وأب على شخصية سيدنا عيسى عليه السلام. كذلك سوف نبدأ بتلاوة بعض الآيات القرآنية الدالة على خلق سيدنا عيسى. ثم سوف ننتقل إلى تنظيم التعلم، وسوف نتعرف إلى بيت لحم، وهي مدينة فلسطينية تقع جنوبي بيت المقدس بنحو 10 كيلومترات، وهي محاطة بتلال تكسوها النباتات الجميلة، وفيها ينابيع ومياه عذبة وكنيسة المهد حيث ولد سيدنا عيسى. ثم سوف ننتقل إلى حل أسئلة الدرس بما فيها بيان معجزة سيدنا عيسى عليه السلام، وسبب امتناع السيدة مريم عن الكلام مع قومها حين جاءت تحمل سيدنا عيسى. ثم سوف نقوم بالإجابة عن بعض الأسئلة والآيات القرآنية، وبعد ذلك نقوم بالتعلم.